دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم أبرز وأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وهنتابعها معاكم في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة. وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بتنفيذ 5 دورات تدريبية تشمل ورشة عمل التنمية الاقتصادية والمحلية ودورة تسويق الذات مؤسسياً وفردياً ودورة إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة، دورة برنامج إدارة المشروعات والأجيال، إضافة للأسبوع الثاني من دورة استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي. وصل إجمالي عدد المتدربين خلال الأسبوع التاسع 156 متدرب. النهاردة وفي إطار خطة وزارة الثقافة لدعم الفرق الفنية والمواهب الشعرية، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل غنائي وأمسية شعرية بالإضافة لصالون ثقافي جديد بمراكز الإبداع التابعة. وبيقيم مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر حفل جديد لفرقة أنغامنا الحلوة بقيادة المايسترو شريف عباس في الساعة 8 مساءً. وفي بيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر بيقيم بيت الشعر العربي أمسية شعرية جديدة، وبيستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز صالون ذاكرة الوطن، وبيلقي الضوء على عيد الفلاح اللي بيتزامن مع 9 سبتمبر. بيعقب الصالون حفل تراثي غنائي بتقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 6 من عمر مسابقة الدوري. هيلتقي إبسويتش مع أستون فيلا في تمام الساعة 4 عصراً. في 6:30 هيلتقي مانشستر يونايتد مع توتنهام. والعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 8 من عمر المسابقة. هيلتقي سيلتا فيجو مع جيرونا في تمام الساعة 3 عصراً. في 5:15 هيلتقي أتلتيك بلباو مع إشبيلية. في 7:30 مساءً هيلتقي ريال بيتس مع إسبانيول. وفي 10 ليلاً هيلتقي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد.